يسألكم رأيكم شيخ صالح في الزوجة التي زوجها مسافر وقد ذهبت مع أخيها وأختها بزيارة أهل الزوج وأمه المريضة ولكن بدون علم زوجها المسافر. هذا يرجع إلى واقع الأمر، إذا كان زوجها لا يمنع من خروجها لزيارة أقاربها تعرف هذا من حاله وأنه لا يمنع فلا بأس بذلك، أما إذا كانت تعرف من زوجها أنه يمنع أو منعها بالفعل من الخروج إنها لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه سواء كان حاضرا أو غائبا. نعم.